في إطار العلاقات الصحفية المشتركة، شارك وفد جمعية الصحفيين الكويتية في اجتماع اتحاد الصحفيين العرب بالعاصمة العراقية بغداد. وأعلن الوفد الكويتي عن التوصل لاتفاق على ضم بلدان عربية إلى الاتحاد الدولي للصحافة ضمن البيان الختامي لهذا الاجتماع. قبيل ختام زيارة الوفد الصحفي الكويتي للعراق بمناسبة عيد الصحافة العراقية السنوية، انعقد اجتماع اتحاد الصحفيين العرب داخل مقر نقابة الصحفيين العراقيين في بغداد العاصمة، والذي أثمر عن مقررات مهمة بينها وفد جمعية الصحفيين الكويتية، والتي تندرج في إطار العلاقات الصحفية المشتركة عربيا، وصولا إلى التأكيد على السلامة المهنية. العلاقات المهنية بين الصحافة الكويتية والصحافة العراقية في تلازم دائم حتى في أحلك الظروف، والحمد لله سواء كان تنسيقنا على المستوى الثنائي أو في على المستوى العربي أو حتى على المستوى الدولي. في كل البيانات الختامية لاتحاد صحفيين العرب يحرصون على سلامة الصحفي، يحرصون على سلامة الصحفي وعلى المهنية المتمرسة والعمل بصورة صحيحة مشرفة للصحافة العربية وكل دولة على حدة ومجتمعين في الاتحاد، ومواكبة التطور القادم أو الحالي والحالي هو في عالم السوشيال ميديا. وفي بادرة إيجابية أعلن عنها الوفد الصحفي الكويتي تضاف إلى قائمة البيان الختامي التي خرج بها اجتماع اتحاد الصحفيين العرب، وهي الاتفاق على ضم بلدان عربية إلى الاتحاد الدولي للصحافة. من أمس إلى اليوم الحمد لله خرجنا بنتائج إيجابية كثيرة يعني، والأهم هي أيضا تلاحم الزملاء الصحفيين، وأيضا كذلك يعني اليوم حتى زفينا بشرة اللي هي الموافقة على ضم المملكة العربية السعودية وأيضا جمهورية مصر العربية للاتحاد الدولي، وبذلك أصبحوا عضوين فاعلين في الاتحاد، إضافة إلى جنب إلى جنب إلى زملائهم المجموعة العربية المؤثرة هناك واللي حنا نمثلها في الاتحاد الدولي. وشهدت زيارة الوفود الإعلامية العربية إلى بغداد جولات ميدانية لمؤسسات علمية وتعليمية وأماكن تراثية ضمن برنامج منوع وضعته نقابة الصحفيين العراقية. عيد الصحافة العراقية 54 بعد 100 كان المنطلق لجمع الوفود الصحفية العربية في العاصمة العراقية بغداد، لتتوالى اللقاءات والجولات والاجتماعات إلى حين الخروج ببيان ختامي شدد على ضرورة الوقوف بوجه أي انتهاكات تتعرض لها الصحافة العربية. من العاصمة العراقية بغداد، كرم مظفر، تلفزيون دولة الكويت.